محمد أبو جابر من مدينة كفر قاسم، رمضان كريم بداية. رمضان كريم ينعاد علينا بالصحة والسلامة. كيف شايف أجواء رمضان في مدينة كفر قاسم؟ طلع أجواء رمضان زي كل سنة بالنسبة للظروف، بس الحمد لله على كل حال. برضو من ناحية المادية للناس، برضو الوضع وضع الناس صعب مشان الظروف، برضو من المتساب الحرب اللي احنا فيه. وبرضو كمان بتعرف هيئة رمضان يعني مش زي كل سنة، يعني في زي في بترقيش الناس انه مش هيئة رمضان، بس الحمد لله. بتشعر انه باجت رمضان اختلفت هاي السنة بسبب الظروف اللي بنمرق فيها؟ اكيد 100%. يعني عندك مش زي كل سنة بالنسبة للبسطات، يعني كفر قاسم معروف في البسطات، في الفلافل، في السوق. يعني عندك مش زي قبل، فيش الأجواء هذه، فيش في موجودة بس نسبة قليلة مو في منها. برضو بدي أقول لأصحاب المحلات، يعني الوضع الناس صعب بالنسبة لكل تعرف أصحاب المحلات يراعوا ظروف الناس، يعني قد ما في يقدروا يسووا أسعار للناس، يعملوا ما يكسروا مع الناس، والحمد لله. شكرا لك، رمضان كريم. ينعاد علينا بالصحة والسلامة. رمضان كريم بداية. كل عام وانتم بخير، الله أكرم. كيف شايف أجواء رمضان في مدينة كفر قاسم؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني بالنسبة لنا العيد حلو جدا ورمضان جميل، لأنه بنرب النفس على شغلات كتير. كفر قاسم الحمد لله بلد معروف، يعني بلد العطاء وبلد الخير الحمد لله، ولكن الأحداث اللي بنشوفها للأسف في كل العالم، سواء عربي في غزة وين مكان، شوي بتأثر على الناس، ولكن الحمد لله رب العالمين. تشعر انه بهجة رمضان هاي السنة اختلفت بسبب الظروف اللي بنمرق فيها؟ الصراحة كتير، يعني مش لانه الانسان اذا ما بحسش في اخوه المسلم مش انسان، حتى في جاره. يعني ما بصح انه الانسان، ما بعرف السنة، انا صار لي 23 سنة فاتح المحل هذا الحمد لله، لأول مرة بشوف سنة نفسية الناس شوي تعبانة بصراحة، ولكن بهجة رمضان في العبادة والصلاة الحمد لله رب العالمين. كيف الحركة الشرائية؟ الحركة تطلع ضغوطات الحياة شوي بتخلي الناس تتراجع شوي لورا، من ناحية اقتصادية، من ناحية معنوية. الله يعين كل إنسان اللي عنده 4 أو 5 بده يوفر لهم طلباتهم، قسم ما بيشتغل وقسم صار له أشهر ما بيشتغل، الوضع الناس شوي للأسف يصعب. شو رسالتك للناس في هذا الشهر الفضيل؟ تحابوا وتسامحوا وتوكلوا على الله في كل شيء، إن الله إذا حب إنسان ابتلاه، لعل الله عز وجل إنه هذا الأيام اللي ربنا كتب لنا إياها بده يصطفي الناس، يصطفيها من قلوبها، والحمد لله رب العالمين. وبتمنى للأمة الإسلامية بشكل عام كل عام وانتم بخير، ولكفر قاسم بلد الشهداء والعطاء يبقى يعني أجمل عيد وأجمل أفراح في كل العالم إن شاء الله. شكرا لكم، الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير. بداية رمضان كريم. رمضان كريم. كيف شايف أجواء رمضان في مدينة كفر قاسم؟ والله يعني أجواء حلوة منيحة، يعني منيحة والشغل منيح فيه والحركة منيحة الحمد لله. تشعر إنه بجت رمضان اختلفت هاي السنة بسبب الظروف اللي بنمرق فيها؟ والله في اختلاف ولا ماله، يعني كان قبل يعني مش زي اليوم، يعني اليوم يعني الواحد بشوف المناظر وهيك ماله نفس رمضان زي قبل. يعني شو بتقول للناس في هذا الشهر الفضيل؟ رمضان كريم، كل عام بخير. Thank you.
وشكرا مدينة كفر قاسم، رمضان كريم بداية. أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعلى الجميع إن شاء الله. كيف شايف أجواء رمضان في مدينة كفر قاسم؟ طبعا الأجواء عادية، يعني مش مثل كل سنة طبعا، حسب الأوضاع اللي صايرة في المنطقة والحرب اللي على غزة طبعا لها دور ولها تأثير. الجميع هي حاله كالعادة مثل باقي السنين اللي فاتت، إذا كان يكون شغل، ولكن لكل إشي في له سبب أو مسببات. في نقص، في هناك خلينا نقول نزول في الشغل في المبيعات، يعني بشتى القطاعات اللي هي تبررت، ولكن الحمد لله احنا خلينا نقول المحلات الغذائية أو الفواكه والخضار هذا تضررت نوعا ما، ولكن مش بالنسبة اللي هي مثل باقي القطاعات اللي هي تأثرت تأثير قوي جدا. الحمد لله في إقبال، ولكن الإقبال مش حسب ما هو متوقع مثل باقي السنين اللي فاتت. شعر انه باجت رمضان اختلفت هاي السنة بسبب الظروف اللي بنمرق فيها؟ أكيد، لأنه الجميع تضرر طبعا، بالذات الجانب الاقتصادي، لأنه في كثير من الشباب من العمال معايات اللي ما اشتغلوش وفيش عندهم دخل خلينا نقول، وفترة كبيرة اللي ما تقضوش معاشات، هذا طبعا بينعكس سلبا على المشتريات وعلى القطاع الغذائي طبعا وعلى باقي الجوانب، شتى الجوانب. يعني في هناك كان نزول جذري والجميع بيحس في هذا الشيء. متى بتكون اكثر الحركه الشرائيه، قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ بشكل عام عادي، يعني اللي بيجيش الصبح بيجي الظهر، بيجيش الظهر بيجي المغرب، يعني لا اللي بيشتري بيشتري، يعني من هذا الجانب ما فيش خوف، يعني الحمد لله رب العالمين، رزق من عند رب العالمين، واللي بيجيش يوم الاحد بيجي يوم الخميس، خلينا نقول يعني بيجيش الصبح بيجي الظهر، بيجيش الظهر بيجي المغرب، هذه ايمان قطعي يعني في هذا الجانب، رزق من عند رب العالمين. شكرا لك، رمضان كريم. اهلا وسهلا، رمضان جميل، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله.